أصدر المحقق العدلي في قضية تفجير مرفق بيروت فادي صوان مذكرة توقيف بحق مدير عام الجمارك بدري ظاهر في أول قراراته منذ تسلمه الملف. وأفاد مصدر قضائي أن صوان الذي تسلم مهامه الجمعة استجوب ظاهر لمدة 4 ساعات في حضور وكيله القانوني وأصدر مذكرة توقيف بحقه قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار. وظاهر يعد واحدا من نحو 20 مسؤولا وموظفا في مرفأ بيروت جرى توقيفهم على ذمة التحقيق منذ أكثر من 10 أيام. واستجوب صوان أمس الثلاثاء كلا من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشيل نخول. وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014. وطلب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار معربين عن قلقهم من تفاقم الإفلات من العقاب السائد بلبنان. ودعوا في خطوة نادرة مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.